كنت بتكلم مع واحد يعني شخص وبيقول له ان الاصل في العبادات التوقيف. نعم. اللي احنا نعمل زي ما النبي يعني على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه وتم التسليم. وان كل بدعه ضلاله وما ينفعش ان انا احدث حاجه في الدين النبي ما كانش بيعملها. عليه الصلاه والسلام. نعم. فقال لي لا في بدع حلوه. قلت له ماشي يعني زي ايه؟ قام جاي قايل لي مثلا زي مثلا لو انا صليت العصر وطلعت من صلاه العصر لقيت واحد فقير فديته 5 جنيه، هل النبي طلع من صلاه العصر لقى واحد فقير اديله 5 جنيه؟ هذا تلبيس غريب على الناس. هذا الفعل أصله صحيح، لأن الله قال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. له أصل. تمام. بارك الله فيك.